مشاهدي قناة شفت اللي مرحبا بكم معنا مجددا في هذا البث المباشر مباشرة من الرباط من ولاية أمن الرباط. في أثناء انطلاق فرقة الدراجين في الأثناء مشاهدي قناة شوف في انطلاق جميع الوسائل اللوجستيكية لرجال الأمن الوطني من أمام ولاية أمن الرباط إلى مراكز أو نقاط التفتيش اللي غادي يكونوا كيتمركزوا فيها اليوم بمناسبة ليلة رأس السنة. كذلك في هذه الأثناء كنشوفوا انطلاق سيارات رجال القوات المساعدة اللي حتى هي حاضرة في الاستعدادات الأمنية مقر ولاية الرباط.
بعد.